حكومة صنعاء تصدر قرارات تاريخية وتزف بشرى سارة للمواطنين في عموم مناطق سيطرة الحوثيين، وهذا سيحدث ابتداء من الآن، فلنتابع تفاصيل الخبر. زفت حكومة الحوثيين بصنعاء اليوم بشرى سارة للجميع من المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث أعلن رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح عبد الحميد المؤيد أنه تم الإفراج عن 1500 سجين على ذمة قضايا جنائية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القضاء اليمني يفرج عن هذا العدد. وقال اللواء المؤيد أنه نحو 1000 سجين ممن أقرت النيابة الإفراج عنهم سينعمون بالعيد بين أسرهم، فيما البقية بصدد استكمال الضمانات المطلوبة لإخلاء سبيلهم. وأضاف قائلا إن الإفراج عن 1500 سجين جنائيا ممن قضوا 3/4 المدة أو نصف المدة الغير الجسيمة في صنعاء والمحافظات يندرج في سياق اهتمام القيادة السياسية بتخفيف معاناة شريحة السجناء.